السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للنقاش حول الوضع الإنساني في اليمن على ضوء التحركات الأخيرة للشرعية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. تسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع بمقتل وجرح نحو 40,000 شخص وفقا لوزير حقوق الإنسان محمد عسكر. أضاف عسكر على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف أن الحرب أدت إلى مقتل 11,000 شخص وجرح 28,000 آخرين. الوزير عسكر أشار أيضا إلى أن الميليشيا اعتقلت نحو 17,000 من الناشطين والصحفيين والأكاديميين منذ الانقلاب على السلطة، في حين لا يزال هناك 5,000 آخرين في المعتقلات. وأضاف أن الحوثيين جندوا أكثر من 20,000 طفل إلى جانب تجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال. وذكر الوزير عسكر أن الميليشيا دمرت أكثر من 31,000 منشأة عامة وخاصة. مشاهدينا، سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تثمر مثل هذه المؤتمرات في التخفيف من معاناة اليمنيين وأوجاعهم؟ ولماذا لم يتم اتخاذ موقف من المجتمع الدولي موقف جاد في اتجاه وقف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ مشاهدينا، سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. هي الحرب دماء تغرق الأرض وأرقام تسرد في صالونة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وما بين ذلك وذاك تتسع حدود المأساة وأبعادها الكارثية. ولا ضير هنا في التعريج على قراءة عداد الموت الوارد في محفل حقوق الإنسان في جنيف. يتحدث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر فيحمل كبرى الرقم في صفحات الرصد حول الفاجعة على مسامع الحاضرين. يقول الوزير إن أعداد الضحايا من المدنيين وصل إلى نحو 40,000 شخص بين قتيل وجريح. وفي تفاصيل الرقم يقول عسكر إن أعداد القتلى تخطى 11,000 قتيل، أما الجرحى ف 28,000 آخرين. وبالتأكيد لم تقف حدود الكارثة هنا وحسب، فالحرب لا تكتفي بمن تصيبهم حممها المباشرة ليكونوا ضحايا، فالمشردون والنازحون والمختطفون والمخفيون والمدمرة أملاكهم وآمالهم هم ضحايا أيضا، وإن بمستويات متفاوتة. وفي هذا المستوى من المأساة تتحدث الأرقام عن 17,000 من الناشطين والصحفيين والأكاديميين في معتقلات الميليشيا يتعرضون لصنوف التعذيب، بعضهم فارق الحياة وبعضهم على وشك الموت كما تنبئ الأخبار الراشحة من تلك المعتقلات. وما بين الواقع المر والحزين في اليمن والنشاط الإنساني في أروقة المؤتمرات الدولية تعلق آمال الكثيرون في أن تجد المأساة الإنسانية أذنا صاغية وتحركا جادا وفعالا للتخفيف من معاناة المدنيين وأوجاعهم، ولن يتحقق ذلك إلا بردع حازم للميليشيا يقول مراقبون. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا وكيل أو عفوا سينضم إلينا عضو نقابة الصحفيين اليمنيين السيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا بك سيد نبيل. بعد أسبوع حافل بالندوات والنقاشات في جنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ما هي المحصلة النهائية التي خرج بها المؤتمر؟ أبرز ما جاء في المؤتمر الذي لا يزال مستمرا حتى نهاية الشهر، وسيكون هناك قرار خاص سيصدر بشأن اليمن، لكن أبرز ما تم خلال الفترة الماضية هو رفع الصوت اليمني وتقديم الكثير من المعلومات عن الضحايا والمدنيين والجرحى، وأيضا من مختلف الشرائح بما فيها الصحفيين والحقوقيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للتنكيل والكثير من الانتهاكات. قدمت الحكومة وقدمت منظمات المجتمع المدني من خلال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الكثير من الندوات فيما يخص الإخفاء القسري والسجون السرية، وأيضا الجانب الصحي والجانب التعليمي، وفي إضافة إلى حرية الرأي والتعبير وتجنيد الأطفال وغيرها من الندوات التي كرست من أجل التعريف بالجرائم التي
يتعرض لها أبناء الشعب اليمني خلال الحرب من كافة الأطراف الذين يقودون الحرب في اليمن. نعم سيد نبيل، هل يمكن القول أن هذا المؤتمر سيخرج بنتائج ملموسة؟ الحديث عن إيجاد حلول كاملة أمر من الصعب جدا هنا في مجلس حقوق الإنسان. مجلس حقوق الإنسان أنشئ ليكون أحد أدوات منظمات المجتمع المدني وصوت المجتمع المدني للضغط على الحكومات. بالفعل هناك سيكون هناك قرار، وسيكون هناك قرار مهم، إما بالحديث عن لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات أو تعزيز اللجنة الوطنية ودعمها بالخبرات وأيضا الكفاءات والأعمال اللوجستية لتنفيذ مهامها. اليوم كان هناك ندوة للجنة الوطنية تعرض فيها ما قد أنجزته وما قدمت خلال الفترة الماضية، وقدمت الكثير من الانتهاكات، لكن هناك طبعا بالنتائج نحن أمام معترك حقوقي وإنساني مهم. على المجتمع الدولي أن يلتفت للشعب اليمني وإلى آلامه وجراحاته. نحن نشعر طبعا بالخذلان من هذا المجتمع الذي لا يلتفت لليمن إلا بعين السياسة، ولا يلتفت لها إلا بعين الصراعات الإقليمية والدولية، بينما يغض الطرف عن الكثير من الانتهاكات من أجل مصالح دول. نعم سيد نبيل، ما مدى حضور المأساة اليمنية بكامل تفاصيلها في هذا المحفل الإنساني؟ الحضور ليس بالشكل الكافي الذي يعكس المعاناة الكبيرة للشعب اليمني في الداخل، لكن يجب علينا مواصلة الحديث عن الانتهاكات وأيضا التواصل مع المنظمات. لابد أن يكون هناك المزيد من الجهود من أجل إظهار معاناة الشعب اليمني. للأسف الشديد نحن بلادنا تتعرض لكارثة كبيرة والمجتمع الدولي لا يستمع إليها بالقدر الكافي. التقينا عدد من المنظمات وقالوا أنهم يسمعوا لأول مرة ببعض الأحاديث وبعض الانتهاكات التي لم تصل إليهم. هناك عجز في تنفيذ الآليات الدولية الخاصة بتسجيل وتوثيق الحالات للضحايا. لابد أن يواصل الجميع جهدهم، كانت منظمات مجتمع مدني أو كانت جهات تتبع الحكومة. على الجميع أن يعمل بشكل أفضل من أجل تقديم القضية اليمنية حتى يكون هناك نتائج أكثر إيجابية وأكثر وضوحا وعمقا. نعم سيد نبيل، أيضا لا شك أن هناك جهات حقوقية يعني تعمل على التضليل في للرأي العام العالمي، وبتقديم يعني الميليشيا على أنها ليست بذلك السوء. يعني ما هذه الجهات، هل كان لها حضور في هذا المؤتمر؟ بالطبع كان مجلس حقوق الإنسان يعني يستمع لكل الجهات وكل الأطراف وكل من لديه شيء ليقوله. هناك معركة حقيقية وحقوقية داخل مجلس حقوق الإنسان، وكان الجميع يستعد لقول ما يشاء، لكن المنظمات الدولية وأيضا الأجهزة الدولية وآليات حقوق الإنسان هي تعرف أن هناك اجتزاء لبعض الحقائق. صحيح أنهم يبحثون وأن هناك من الخبراء من يدعمهم ويقدمون لهم الكثير من الآليات وأيضا المعلومات وأيضا الترتيبات وعقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع المنظمات واللقاءات الجانبية. هذه معركة حقوقية حقيقية يجب أن يكون الجميع جاهز. لكن الصورة باتت واضحة لدى المجتمع الدولي، ولا مجال للتضليل في الواقع كما يبدو. الصورة ليست بتلك الوضوح وبتلك الشفافية لدى المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لديه حسابات إقليمية وسياسية، يجب علينا أن نعترف بهذا الأمر المعيق لإظهار مأساة الشعب اليمني بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك الكثير من التداخلات الإقليمية والدولية في هذا السياق تجعل الملف اليمني ليس الملف الرئيسي في مجلس حقوق الإنسان بقدر ما هو ملف سياسي بامتياز. نعم سيد نبيل، هنا سؤال أخير بالنسبة لوضع الصحفيين، كيف كان حضور قضيتهم في هذا المؤتمر؟ لأول مرة يتكاتف الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين وأيضا اتحاد الصحفيين العرب مرة واحدة، وعلى بدرجة رفيعة من مستوى الأمين العام
نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للصحفيين كانوا حاضرين. السيد جيل بوملحة طرح كلمة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام الكثير من المتابعين، إضافة إلى ندوة عقدها التحالف اليمني لرفض الانتهاكات للحديث عن حالة حقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي والتعبير. الكثير من الندوات تطرقت إلى قضية المختطفين. أيضا كان يوم أمس صدر تقرير المقرر الخاص المعني بالحقوق بحرية الرأي والتعبير الصادر عن المفوضية الثانية، وتكلم عن الصحفيين بشكل واضح وبألفاظ قوية. قال بأنه يجب فورا إطلاق الصحفيين ويجب معاقبة كل من قام بالانتهاكات. نعتقد أنه الحديث الصحفيين وصل بشكل نعتقد أنه جيد، ومع ذلك لابد لأن يكون هناك توضيحات أكثر من أجل أو آلية ضغط أكثر على الميليشيات من أجل الإفراج عن الصحفيين. نعم. هناك تواصل من أجل الإفراج. أيضا وزارة الإعلام حضرت ممثلة بوزير الإعلام اليمني وقدم عرضا شاملا لما يدور، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن الصحفيين المختطفين وأوضاع الصحافة في اليمن. نعم، أشكرك جزيل الشكر عضو نقابة أو عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين السيد نبيل الأسيدي، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. إذن سينضم إلينا أيضا من جنيف وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد ماجد فضائل. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد ماجد. إذن أرقام كبيرة ومخيفة أوردها الوزير محمد عسكر عن الوضع في اليمن، هل يمكن أن تسهم هذه الأعداد في تحريك مشاعر المجتمع الدولي؟ نعم طبعا، الإحصائيات والأرقام التي أوردناها في أرضنا في مجلس حقوق الإنسان هي طبعا إحصائيات خاصة بثلاث الأعوام من الانقلاب، حيث وصل عدد القتلى والجرحى لأكثر من 40,000، وبالإضافة طبعا لأكثر من 28,000 جريح و 11,746 قتيل من بينهم أطفال ونساء. طبعا هذه الإحصائيات موثقة ووفق آليات الدولية وآليات الأمم المتحدة. نحن وضعنا المجتمع الدولي ووضعنا مجلس حقوق الإنسان عن هذه الإحصائيات المحدثة بالأدلة وبالوثائق التي تثبت مرتكبها تلك الجرائم، بالإضافة إلى وضع طبعا المقررين الخواص والهيئات والمنظمات الدولية على تلك الانتهاكات. نتمنى أن تكون طبعا يتم تحريك طبعا يتم تحريك القضاء المحلي بدءا من القضاء المحلي لرفع القضايا الخاصة التي حالتها اللجنة الوطنية تقريبا أكثر من 3,000 ملف مكتمل لقضايا وانتهاكات لقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى النائب العام والقضاء المحلي للنظر إليها، ثم بعد ذلك سوف يتم ملاحقة البناء محليا ودوليا لأن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم. نعم سيد ماجد، هناك من يرى أن هذه المؤتمرات لا طائل منها طالما أنها لن تخرج بموقف جاد يسهم في ردع هذه الميليشيات. لا، هذه المؤتمرات مهمة جدا لوضع العالم حول ما يدور من انتهاكات ووضع حقوق الإنسان في كافة بلدان العالم. لا، إن هي لها جدوى من حيث خلق رأي عام مساند ومناصر للقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، بالإضافة لأن القرارات طبعا والقوانين التي تصدر أو الآليات التي تصدر مجلس حقوق الإنسان هي تتبع دول والدول ملزمة بتنفيذها، وبذلك هناك آليات متابعة وآليات التقييم محددة تلتزم بها كافة الدول لاحترام حقوق الإنسان، ويتم متابعتها ومدى التزام تلك الدول لتنفيذ تلك الآليات والتزامها بحقوق الإنسان. هذه المؤتمرات لها أثر كبير في توضيح طبعا توضيح الحقائق، لأن هناك تزوير وهناك أيضا لبس كبير تقوم به المنظمات الدولية أو المنظمات للأسف الشديد
التي تتبع اللوبيات الإيرانية أو اللوبيات الحوثي وصالح المساندة التي التي هم متفقين مع هذه المنظمات. هذه المنظمات سيد ماجد، هل نجحت في عملية التضليل على الرأي العام العالمي، أم أن نستطيع القول أن الرأي العام العالمي بعد هذا المؤتمر باتت الصورة واضحة لديه حول المشهد اليمني بشكل عام؟ حتى الآن هناك محاولات، طبعا يختلف الرؤية الكاملة من قبل المجتمع الدولي للوضع الحاصل في اليمن، لأن هناك أيضا مصالح وأيضا مواقف ومصالح مشتبكة ومترابطة بين الدول والمنظمات حول الوضع في اليمن، سواء الوضع الإنساني أو الوضع السياسي أو وضع حقوق الإنسان. لذلك هنالك اتضاح للرؤية الحقيقية أو الرؤية على الواقع بشكل كبير، ولكن أيضا في تضليل، ما زال هناك تضليل، ما زال أيضا هذا التضليل مدعوم من بعض الدول، بل من كثير من الدول التي تتضارب مصالحها مع مصالح الشرقية أو التحالف العربي. وبذلك ما زالت هي معركة مستمرة، هذه المعركة مستمرة حتى يعني يظهر الحق إن شاء الله. نعم. يعني ما زال هناك العراق ما زال مستمر، وهناك أيضا الآن مثلا مطالبات كبيرة جدا لإيجاد لجنة دولية فقط من أجل الابتزاز وليس لأجل الحق، لأن نحن في اليمن لسنا في حاجة لقرارات جديدة، بل في حاجة لتنفيذ القرارات السابقة، سواء قرارات مجلس الآن أو قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي يصل عدده لأكثر من 13 قرار التي ولم ينفذ منها أي قرار حتى الآن. نعم سيد ماجد، يعني كيف لمستم أنتم الموقف الدولي من خلال هذا المؤتمر تجاه المأساة اليمنية؟ هناك شعور ويعني اهتمام كبير جدا من الموقف الدولي من الدول الأعضاء، سواء الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أو الدول التي هي الدول المراقبة أو الدول التي تحاول التي ستكون أعضاء في المستقبل. هناك اهتمام دولي كبير جدا، هناك اهتمام من المنظمات الأممية، أيضا هناك اهتمام من دول العالم بالوضع الإنساني الصعب الذي وصل إليه اليمن، وجميعهم يدعون إلى الوصول إلى حل وإنهاء الصراع القائم. ولكن أيضا كما قلت لك كثير جدا من هذه الدعوات للأسف الشديد يعني يتم فيها دس السم في العسل، يعني بينما يدعون إلى السلام هنالك كثير جدا يدافع عن هذه الميليشيا الإنقلابية والذي يساعدها على ارتكاب كثير من المجازر والانتهاكات حصلت في نحن في الدورة 36 مجلس حقوق الإنسان للدورة سبتمبر، حصلت مجزرتين في تعز ونقلناها للعالم بالصور موثقة بالأرقام موثقة بالضحايا في نفس انعقاد مجلس حقوق الإنسان، يدل أن هذه الميليشيا لا تحترم المجتمع الدولي ولا تنظر يعني تعيره أي اهتمام رغم اهتمام المجتمع الدولي بالدفاع عنها وأيضا الحرص على بقائها. نعم سيد ماجد، أيضا هناك من يعيب عليكم بأن تحركاتكم يعني أشبه بالعمل الموسمي المتزامن مع انعقاد مؤتمر حقوق الإنسان. نعم هنالك قصور، أكيد نحن أتفق تماما أن هناك قصور كبير جدا في العمل الحقوقي على المستوى الدولي أو طبعا، ولكن كما تعلمون طبعا الحكومة بجهود طبعا دولة دولة رئيس الوزراء وأيضا بتجهيز من فخامة رئيس الجمهورية تأمل بوفق الجهود والإمكانيات المتاحة، للأسف الشديد هناك أيضا عدم إمكانيات متوفرة عدم توفر الإمكانيات بالشكل المطلوب، وللأسف الشديد يجب أن أنا لهذا اللي أمد به دائما في وزارة حقوق الإنسان، يجب أن يكون الملف الحقوقي ليس فقط رد فعل أو عمل موسمي وفق الدورات مجلس حقوق الإنسان فقط، لأن هناك ثلاث دورات، دورة مارس وبعدها دولة اللي تأتي في شهر 6 وثم بعد ذلك دولة سبتمبر في شهر 9، ولكن يجب أن يكون هناك عمل حقوقي على مستوى دولي على طول العام لإظهار الحقائق والانتهاكات نعم. التي تمارسها الميليشيا بالإضافة إلى جهود أخرى، وهذا ما يعني ما نتمنى أن لكن سيد ماجد نعم سيد ماجد أنت والحقوقين. نعم سيد ماجد أنت تحدثت أن هناك قصور، هل لدى وزارة حقوق الإنسان يعني رؤية لتجاوز هذا القصور في المراحل القادمة؟
نعم، لدينا رؤية واستراتيجية واضحة وأكشن بلان لتجاوز هذا، طبعا هذه القصور وهذه العتبات، وذلك بدءا من تفعيل الأمل المؤسسي وبناء أو إعادة تفعيل الوزارة من أرض الواقع من داخل العاصمة المؤقتة عدن، ثم بعد ذلك من مكاتبها في محافظات المحررة، ثم بعد ذلك انطلاقا من الراصدين وفريقها الميداني، انطلاقا إلى طبعا لممثليها في طبعا دول العالم والمجتمع الدولي بالتنسيق مع بعثاتنا وسفاراتنا عبر وزارة الخارجية في كافة دول العالم لإعادة العمل الحقوقي إلى الزخم الذي يجب أن يكون عليه، ولا يكون عملنا ردة فعل وإنما يكون فعلا مستمر. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد ماجد فضائل، كنت معنا من جنيف. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى أختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين كان معنا من جنيف، وأشكر أيضا وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد ماجد فضائل أيضا انضم إلينا من جنيف. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في أمان الله.